لك وفاء ولكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات ومن يتابع هذا البث. أهلا وسهلا، صباح الخيرات وصباح الأمل دائما وأبدا. يعني أبو أشرف، نحن نتحدث عن بصراحة موضوع غاد في الأهمية ولربما تطرقنا إليه سابقا، لكن يوم أمس البعض وقع في فخ المعلومات غير الدقيقة. صحافة المواطن نحن دائما نشجع عليها، ولكن بحذر على أن تكون المعلومة دقيقة، على ألا ننجر وراء الإشاعات غير الصحيحة، وأن نعتمد دائما على المصادر الرسمية. إلى أي مدى نحن لا نزال نعيش في فوضى الإعلام؟ وسنتحدث لاحقا حول أثر وقعها على سواء المتلقين أو حتى أصحاب العلاقة في هذا الخبر. يعني للأسف ما تقد ذكرتيه وفاء هو يعني في غاية دقة وتقيس واقعي وعملي، يعكس واقع ما نعاني منه، يعني ما يعاني منه بالأساس الصحفي المهني. نحن نتحدث عن فوضى في غاية الخطورة وعلى كافة المستويات، سواء السياسية الاجتماعية الأمنية. هذا ما رده إلى الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي بكافة أذرعه، سواء الفيسبوك أو تويتر أو الانستغرام أو اليوتيوب. فبالتالي هذا يسبب معاناة كبيرة، يسبب آلام كثيرة للمواطن، للمتلقي هذه المعلومة. كما ذكرت وفاء، يعني هو فضاء إلكتروني واسع. صحافة المواطن اليوم هي ربما لها الدور والنصيب الأكبر من عالم الصحافة التقليدية. وبالمناسبة الاتحاد الدولي للصحفيين وفاء يعتبر وسائل التواصل الاجتماعي من ألد أعداء الصحافة. الآن مهمتنا وفاء للأسف يعني صارت فقط هي ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم التأكد إن كنا نريد النشر، التأكد من مدى مصداقية وصدقية هذه المعلومة. تحدث عن هذا الفضاء، الكل بإمكانه أن يعمل صفحة سواء باسمه الشخصي أو بأسماء مستعارة. ربما تكون المعلومة المغلوطة من خلال منشور على هذه الصفحات أو من خلال تعليق. يعني ربما أنا شخصيا مع متابعة التعليقات أكثر من متابعة المنشور، لأنها تعكس شيء ما وتشير إلى شيء ما، سواء يتعلق بالحقيقة أو بنفي المعلومة التي وردت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف وفاء، الآن همنا الكبير وهم هؤلاء، أمثال هؤلاء بالأحرى، هو حصد أكبر عدد ممكن من اللايكات والتعليقات. فبالتالي يعني هذا يعني مؤشر خطير جدا. إن كان هدفي النشر من أجل التعليقات أو اللايكات، هذا مؤشر خطير جدا ويفتقد لأدنى درجات المهنية والمصداقية. أنا يعني أترك الأمور لمن هم أصحاب الاختصاص، لا تتعجلوا في النشر. في أمور يعني تتعلق كما ذكرت بنواحي اجتماعية ونفسية. وتخيلي أم شهيد مثلا تعرف عن استشهاد ابنها من خلال وسيلة تواصل اجتماعي الآن في كل دول العالم. وغريب هذا التسابق بصراحة أبو أشرف. يعني ربما بالتأكيد بعض المسببات أو ربما بعض لنقل الدوافع الشخصية، سواء بالحصول على معجبين كثر أو مشاهدات أكثر، ولكن غريب أن نغامر فيما يتعلق والوضع النفسي والحالات الإنسانية في هذا الموضوع. يعني وسأكمل لك الحديث، نحن على جانب آخر تماما من الغرب. يعني واقعنا في هذا المجال يعني صعب ومرير وقاتل. وفاء التسابق فقط من كما ذكرت من أجل حصد اللايكات والإعجابات. في دول العالم للعلم وفاء، لو قدر لنا أن يتم رفع قضايا أمام المحاكم أمام من ينشرون، كل القضايا سيتم كسبها في المحكمة ونجاحها في المحاكم، لأنها تنتهك الخصوصية الشخصية، تنتهك أمور كثيرة، ربما تعرض الكثير من الأمور لقضايا أمنية خطيرة جدا. ربما غالبية التعليقات للأسف والحركات خاصة عبر مجموعات الواتساب المفتوحة
للعلم، وأؤكد ذلك أن الاحتلال يستفيد من المعلومات هذه. نعم، هو يتابع كل كبيرة وصغيرة لدينا، الكثير من الأمور تشير إلى نقاط يمكن أن تخرج عن السيطرة، وبالتالي نشرها قد يؤثر أمنيا، بالإضافة إلى كما ذكرت اجتماعيا ونفسيا. حتى حوادث السير عندما يتم إصابة شخص متصانع بسرعة كبيرة جدا، نعم، من أجل نشر الصور التي تفتقد لأدنى درجات المهنية. دعنا نتحدث ربما حتى نكون أكثر واقعية وملامسة لهذه المعلومات التي الآن أنت تتحدث عنها. يعني يوم أمس كان تضارب الأنباء حول استشهاد أو عدم استشهاد رحمه الله بالتأكيد الشهيد إبراهيم النابلسي. في بادئ الأمر لم يكن قد فارق الحياة واستشهد في البدادة، إنما كانت إصابة في الرقبة مباشرة، ولكنها إصابة خطيرة. يعني كصحفي، ونعلم أننا على الشاشات وعبر الأثير وبالتالي معلومة سريعة الانتشار، إلى أي مدى يجب أن نلتزم بمهنية حقيقة المعلومة وبين أن نكون حذرين، خاصة وأننا نحن نتعامل كناقلين للحدث، إنما أيضا نحن بصراحة معرضين للخطر كون هنالك الاحتلال. يعني معلومة أنه كان على قيد الحياة ولو كان وضعه رحمه الله لم يكن خطيرا، لا رجع الاحتلال إلى المشفى وقام باغتياله مباشرة. يعني كيف نوازن بين أن نكون حقيقيين موضوعيين ناقلين للمعلومة بشكل صحيح، وبين أن نحاول ألا ننشر المعلومة، يعني أن نقول هناك عدم تأكيد على الاستشهاد، لا ندري من استشهد حتى اللحظة، حتى لا يأخذ ويستثقل الاحتلال المعلومات منا، كيف بدنا نوازن أبو أشرف؟ يعني بالمناسبة امبارح أنا شخصيا على صفحتي آخر واحد نشر صحيح خبر استشهاد، وأنا لاحظت هذا الشيء صحيح إبراهيم نابلس. لا أترك الأمر للجهات ذات العلاقة. معلومة مش مطلوب مني أعلنها أنا، ممنوع علينها. صحيح. يعني امبارح مأساة، قبل اسبوعين كمان وفاة او ثلاث اسابيع حتى ابراهيم نفسه لما اختالوا شبان، الاحتلال اختال شبان في نابلس قبل العزيزي صحيح وصبح والعزيزي صحيح. نفسه اعلن عن استشهاده ومش عارف شو كذا وكذا، وتبين انهم احياء. بالتالي احنا ليش ندخل في هذا الاطار؟ خلينا في مصدر رسمي، وزارة الصحة هي من تعلن. بالأمس دخلنا في فوضى عارمة، استشهد أم لم يستشهد، مش لعبة حزيرة، هاد بني آدم، هاي أرواح، في ناس متلقين إلهم من الدرجة الأولى، بدنا نحترم مشاعرهم، بدنا نحتمر نتحمل ونحترم مواقفهم. فبالتالي أنا ليش أدخل في هذا الإطار؟ ليش نصب حالي طبيب؟ وليش أعطي معلومات أيضا للاحتلال؟ يعني حتى البعض صار يقول الجريح الفلاني راح على المنطقة في المستشفى الفلاني، كشفوا أسماء امبارح، صحيح، كشفوا أسماء كثيرة ربما كانوا مع الشباب مع الشهداء. فأنا هيك قدمت خدمة مجانية للاحتلال، إني أعطيه الأسماء اللي كانت موجودة. نعم. وهذا مش من اختصاصي ومش من شغلي. ما بصير يعني إحنا بصراحة لواقع جد، يعني قاتل وفاء، وهذا بيأثر على الصحفي المهني، هذا يؤثر كثيرا على الصحفي المهني، لأنه المعلومات بتسبب له كم كبير من الهم والغم والمتابعة الميدانية هنا وهناك. اثنين، في قصة كثيرة كمان احنا بنحاول نسلط عليها الضوء معي، بعيدا عن المحاولات أصحاب اللايكات والتعليقات. يعني في قصة الأم، قصة الأب، قصة صحيح. الجيران كيف يحكوا، هاي مفترض مثلا نركز عليها دائما، نسلط الضوء على أو نتبع على أسلوب أنسنت للأسف. صحيح. على القضايا السلبية حتى الإشاعة. طب خلينا أتأكد، خلينا أتأكد بالأول قبل لا أنا أعمل كوبي بيست. هاي السياسة رهيبة جدا وخطيرة، كوبي بيست فورا. طب أنا بعض الأحيان بنشر ما بتفاجأ أنه المنشور موجود على الكثير من الصفحات الإخبارية دون الإشارة إلى المصدر، وهي نقطة مهمة جدا وفاء، دون الإشارة إلى المصدر. طب بل كأنا كذب خبري على أي أساس؟ وبالتالي نحن نعمم ثقافة الكذب للأسف في طبعاً حتى الأخبار. لكن هون الآن في مشاركة أبو رامي، وجه لك التحية الصباحية، وأيضا الله يسعدك.
مشاركة بيقول لك أبو أشرف للأسف كمان بيصوروا المطاردين على التيك توك وبيحطوا فيديو، كانوا حطوا فيديو للشهيد النابلسي الله يرحمه بيسلم على أحد الأسرى المحررين من بعد بيوم للأسف تم تصفيته واغتياله. يعني وفيهم كمان مشاركة من السيد بلال القاص أبو يوسف يقول تدخل الفيسبوك والتويتر والإنستغرام بالنشر أثر سلبا أيضا على الصحافة، يجب أن يكون الإعلام مبني على قواعد صحيحة وليس على قواعد غير صحيحة. اليوم إحنا في فوضى الفضاء يعني الواسع. اللي ذكره الدكتور محمد واللي ذكره أخونا بلال يعني هو يجسد واقع للحال. صحيح. معي اثنين بيفقد مصداقية الناس فينا. هاي المشكلة إنه بعض الأحيان بيجوز معين بده يخبي المعلومة. طبعاً اللي بيكون ناشر وناشر إشاعة. ما بصير هذا الحكي. يجب أن نتوقف عن ذلك فوراً. يعني هذا بيسبب بجد إشكالات داخلية خطيرة جدا. صحيح أنه في رقابة وصعب الحصول على يعني على أنه نصلهم والأمن والجهازات العلاقة تصل لمن يبث الإشاعات، وأنا بالمناسبة بحيي الكثير من المواقع التي بدأت والجهات التي بدأت بإنشاء مواقع مواقع تتعلق بالأخبار وتبيان مدى مصداقية هذه الأخبار. بعض الأحيان صورة من فنزويلا يكون يحكوها هاي الصورة في رام الله، بعض صورة طبعا صور مزعجة جدا، صورة في تكون في روسيا أو صار معنا كمان نشر صور من أوكرانيا حكوا إنها هاي في فلسطين. اثنين، وسائل التواصل الاجتماعي للأسف ومجموعات الواتس لا تعطي الحق كامل للخبر، بظل مجال هناك للتأويلات للتأليفات من هنا وهناك. فبالتالي حكى لك والله مكتوب على الفيسبوك، هاي الكلمة بنسمعها كثير. أيوه طب مين أي موقع بعرفش شفتها، بيحاولوا حتى التملص من تحديد الجهة التي نشرت مثل هذا الخبر. بالأردن بالمناسبة وفاء هناك شهريا موقع ما يقوم برصد الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها ونشر الحقائق حولها. عندنا في مواقع أكثر مكاشف والمرصد يقوم بنشر الكثير من الأخبار التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم إيضاح الصورة، ولكن للأسف للأسف ما يتم تكذيبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يتم نشر هذا التكذيب لهذا الخبر. بمعنى بالأمس مواقع نشرت أنه أكثر من شهيد، يعني حتى مثلا اللحظات الأولى كان هناك جثة الشاب الشهيد الذي يعني توفي في اللحظة الأولى وأتت النيران عليه رحمه الله، الشهيد إسلام صبوح. إسلام نعم. صبوح نعم. وقالوا أن هناك أكثر من شهيد، لكن كل المعلومات وحتى الطواقم الطبية التي كانت موجودة في الموقع لم تؤكد بعد استشهاد النابلسي. فبالتالي هاي المواقع نشرت أنه هناك مثلا شهيد أو شهيدين أو 3 شهداء أو 4 شهداء بغض النظر عن العدد، تنشر الخبر ولا تعتذر لاحقا بعد اتضاح الحقيقة عن الاعتذار لجمهورها بخصوص الخبر الذي كانت نشرته في المراحل الأولى. فبالتالي هذا يفقد المصداقية، مصداقية وسائل الإعلام هذه إن كانت عبر وسائل التواصل يفقدها المصداقية قبل جمهورها. لننتظر دائما. السرعة غلط، يجب أن نتأنى قليلا، السرعة مش مهمة. وربما نحن بحاجة حقيقية فعليا إلى تفعيل يعني ما يسمى هنالك المحاسبة القانونية والتجريم القانوني على مثل هذه. لو يتم اللي بتحكي فيه، لو يتم يعني حاكمي شخص واحد راح كثير ناس ردع. يتعلموا صحيح. ويتربوا بين قوسين من وراء هذا الحكم. لأنه الوضع أصبح لا يطاق. الإشاعة يعني مصدر صارت خطير جدا كما ذكرت على كل النواحي. فبالتالي يجب أن نتأنى، ونحن بحاجة بين قوسين إلى ثقافة أخلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أخلاقيات المهنة مهمة جدا، احترام عقول الناس أهم، وإعطاء المعلومة الصادقة الصحيحة بالوقت المناسب هو الأدق والأصح. نعم. وبالتالي يمكن أن نخرج من هذه الفوضى الإعلامية التي نعيشها. نعم، إجمالا نحن نأمل أن تكون هذه المداخلة ذات منفعة كبيرة لكل المستمعين الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، وبأن تخلق لدينا
أكبر من التأني والتروي في نشر أي معلومة قبل أن ننشرها، وألا نتسابق على نشر الجراح والآلام بالنسبة لأبناء الشعب الفلسطيني، لأن كل منا له الكثير ويكفيهم الأهالي من هذه الجراح ما يكفيهم. ونتمنى دائما وأبدا أن بالفعل يكون هنالك إشراقة جديدة لمحاسبة قانونية لكل من يتسابقون من أجل نشر معلومات سواء كانت مغلوطة أو أن تتسابق مع الجهات المختصة في هذا الشأن والصدد. أشكرك جزيل الشكر الزميل الصحفي معين شديد، شكرا جزيلا لك، ونواصل في مشوارنا الصباح في هذه اللحظات وضمن كذلك مشاركاتكم.